طيب، قال الشيخ عبد العال في آخر مقال أنه في مواقع الإنترنت وعبرها بالأمس بعد نهاية حلقة أمس أن قناة صفا أجبرته على انسحاب هذا كذب وادعاء أنهم أحضروا له الأمن، وقصد بالأمن هنا أعزائي المشاهدين كما قال على الإنترنت أمن الاستوديو، يعني هم موظفون زملاء لنا على الاستوديو، موظفون في شركة صفا أو في قناة صفا، يعني هذا لم يحدث، لا موظف الاستوديو ولا أمن ولا يحزنون، وهو يعيش في مصر آمنا مطمئنا، لأن مصر آمنة مطمئنة ولا ترد أحدا أيا كان اعتقاده، ولا أيضا تضايق أحدا، ففيها نصارى وفيها شيعة وفيها سنة وفيها غير ذلك، وأعتقد الشيعة لا ذكر لهم في مصر إلا يعني لا يعد على أصابع اليد الواحدة كما أنتم تعلمون جميعا، فمصر حامية العالم السني. نشاهد انسحاب عبد العال سليمة وليس خروجه أو ليس إجباره على الخروج كما ادعى بالصوت والصورة مع حضراتكم، نشاهد. أنا عندي مكتوب وكل شيء. نقول طور يقول حلبوك. والله. آه والله. طور يقول حلبوك. يا عم هديك 10 حلقات. 10 حلقات في التحريف. وحش يا عبد العال. طيب أنت دلوقتي بتقول لي أصل في صورة اللي مش عارف 10 رقعات وخمس رقعات. ده مدون في هذا الكتاب، إحنا اتفقنا أنا وأنت وأنصار المهدي ودينا كلها والشيعة على الكتاب ده هو المعمول به، صح؟ طيب مال العشر رضعات؟ العشر رضعات دول ضافوا هنا ولا نقصوا؟ لا انت بتظن يبقى بتكلم في تاريخ. انت بتتكلم مقصود مش ما انا بتكلمش عقلاء والله يا شيخ، بتكلمش عقلاء، دول مش عقلاء انت فاهم، انما انا بتكلم دلوقتي على واحد زاد في القران حاليا حاليا دلوقتي، رايك في الكلام ده ايه؟ لا مش هنسحب انا والصفا هنمشوا لحظة تفضل شباب. خلاص مش هنسحب انا ماشي. ماشي. لحظة طيب يا جدعان اصبر. شوف لي دي مايلة يا ابن. ظبطها يا باشمهندس تاج. لا بس لا بس جدد التحية لحضراتكم، وقد رأينا أنه قال أنسحب، أنا هنسحب أنا بس بفهمه مش هدي الكرام، بقول له أنا همشي، بقول له يعني شيخ عبد العال لك 10 حلقات في التحريف كما أعلنت لحضراتكم بالأمس، يعني ما قلناه داخل الحلقة هو ما قلناه في الكواليس التي سجلت، يعني لا يعني نخالف الحديق الحقيقة ولا نجانب الصواب، فقلت له المقصود أنت قد قبلت هذا الكتاب وقلت أننا نعمل به، رأيك في من قال أو من أزاد بهذه الكلام؟ قل لي، إنما هو بيقول لي برضو 10 رضعات وخمس رضعات، هل هذا الكلام موجود في الكتاب الحالي المتواتر للأمة كلها التي تعمل به الأمة وتقرأه صغيرها وكبيرها؟ فقال كما شفتم لا أمن ولا ضغط نفسي ولا أي شيء على الإطلاق خلاف ما ادعى في مواقع الإنترنت، والصورة أصدق تعبير لا أعلم.